السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم مشاهدين الكرام إلى نافذة جديدة من ساعة صباح وفيها. هوايتي كانت الرسم من وقت ما كنت صغيرة. في بيتنا موهوب، ما دور الأسرة في اكتشاف إبداعات الصغار وكيف نشجع أبناءنا على التعبير والابتكار؟ يخطون أحلامهم رسوما جميلة، أبيات شعر فصيحة، قصصا خيالية وصورا إبداعية بالفرشاة والألوان والكاميرا والقلم، في الفن والكتابة والرياضة والتكنولوجيا. يعبر أبنائنا عن ذواتهم وآرائهم، يستخدمون وسائط جيلهم فينشرون أعمالهم الأولى على فيسبوك وينشئون قنواتهم الخاصة على يوتيوب. نلقاكم اليوم في ساعة صباح مع مواهب الصغار، والبداية مع لين في التقرير التالي. نحو المستقبل وبخطى ثابتة تسير لين عيسى الفتاة الصغيرة. لم يمنعها صغر سنها الاثنى عشر ربيعا من الإصرار على تنمية موهبتها في مجال الرسوم المتحركة. هوايتي كانت الرسم من وقت ما كنت صغيرة. أول شيء بلشت أرسم على المحاضرات تبعت ماما، هي اكتشفت موهبتي وبعدين بلشت أطورها وهي تساعدني فيها. الأسرة لها دور كبير في تنمية مواهب أطفالها خاصة الأم، فكما يقال بحق الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. لما شافتني ماما وأنا عم أرسم بلشت تساعدني، وأنا أطلب منها وهي تجيب لي أغراض مشان أطور حالي. الموازنة بين مساعدة الأسرة وقيمة الاعتماد على الذات من القيم التي يتميز بها المبدعون منذ الصغر. أنا ما دخلت كورسات، بس بإصراري أنا تعلمت لوحدي ومن خلال الإنترنت، وكنت أبحث وأحيانا كنت أتعذب إنه بالبحث لأنه ما بكون في كتير شغلات مطلوبة أنا بدي إياها، بس إنه هذا بإصراري هيك صار ونميت موهبتي. توفر التقنيات الحديثة والإنترنت أدوات هامة لمساعدة المبدع في الوصول لأهدافه وتحقيق إنجازاته. لين وغيرها يثبتون أن الطفل العربي إذا توافرت له الإمكانيات اللازمة والتشجيع يمكن أن يكون مبدعاً بما يصب في تحقيق طموحاته وخدمة مجتمعه. للحديث حول الموضوع نرحب بضيفتينا في الاستوديو، لين محمد عيسى، أهلا بك يا لين. أهلا بك. أهلا. ونرحب أيضا بحبيب عصام، أهلا بك يا حبيب. لا احنا عايزين الناس تسمع صوتنا، يعني لازم صوتنا يبقى اعلى من كده. لين، احنا شفنا التقرير ان موهبتك في الرسوم المتحركه، طيب هي دي الموهبه اللي انت واضح ان انت بتحبيها وبتمارسيها، بتمارسيها قد ايه كل يوم؟ كل يوم. كل يوم لازم كل يوم تقعدي تشتغلي على الرسوم المتحركه. طب حبيبه بقى عايزين نسال عن موهبتك. انا موهوبه في بعض الحاجات في مجال الاعلام والقاء الشعر. يعني ايه بعض الحاجات في مجال الاعلام؟ يعني التصوير وصناعه الافلام، زي التصوير انه بصور انه لو في لقطه حلوه بصورها، او تصوير الفعاليات وكده. صناعه الافلام ممكن اصنع مثلا افلام ممكن توصل فكره، افلام قصيره وعلى اليوتيوب. بس يعني قصدي صناعه الافلام دي حاجه كبيره، يعني قصدي فيها عناصر كتير، يعني في ان انت تكتبي حاجه وتنزلي تصوري وبعد كده تمنتجي وبعد كده تعملي كل ده. وتعلمتي كل ده فين؟ في الاول كنت يعني عجبتني فكره، ما كنت اشوف افلام وكده، كنت اقعد انا افكر انه ازاي دول عملوا كده، واليوتيوب كمان. وبعد كده بدات ان اشوف على اليوتيوب ازاي ان احنا نعمل كده. بعد كده حاولت، كانت اول تجربه ليا على الفيديو على اليوتيوب. بعد كده خدت دوره في صناعه الافلام وعملنا بيها فيلم قصير. ودلوقتي يعني شغاله في موضوع الافلام ده. عملتي كام فيلم لغايه دلوقتي؟ لا هو انا بدات بواحد بس، هو عشان خاطر بياخد وقت بقى، السيناريو ستوري بورد وممثلين وتصوير ومونتاج،
كده. ما شاء الله ستوري بورد وممثلين. انت كام سنه يا حبيبي؟ 14 سنه. ما شاء الله. في اي عام دراسي؟ في ثانيه اعدادي. ثانيه اعدادي. لا موفقه ان شاء الله باذن الله. لين خلينا نتكلم على البدايه. امتى يعني امتى بداتي تقولي ان انا حابه موضوع الرسوم المتحركه، وانت عرفتي موضوع الرسوم المتحركه ان انت موهوبه فيه ازاي؟ جربت اول شيء وحاولت، أم شفت الفيديو الاول انه ظبط فقلت بجرب كمان وبنشر وكثير انه من الشغلات وبروح بتعلم اكثر فبصير معي شيء احسن. هل اللي موهوب في الرسوم المتحركه لازم يبقى عنده موهبه في الرسم اساسا؟ يعني هو عارف يرسم الاول كويس فبناء عليه يقدر يتنقل لحاجه تانية رسوم متحركه؟ ايه. يعني انت موهوبه في الرسم اساسا؟ بتحبي ترسمي؟ كتير. طيب مين اول حد خد باله ان انت عندك موهبه الرسم؟ ماما اكتشفتها لما كانت عم تشوفني وانا عم ارسم على محاضراتها. انت كم سنه لين؟ 12. في اي عام دراسي؟ السادس. السادس ما شاء الله. طيب لما بدات ترسمي وماما بدات تكتشف ان انت عندك قدره على الرسم، عملت معاك ايه بقى؟ حصل ايه؟ انا صرت اطلب منها شغلات وهي صارت تجيب لي وهذا صارت تدعمني اكثر واكثر وتقول لي انه يعني لما وقف انه ما عاد بدي احيانا لانه استسلم او شيء تقول لي لا ما بيصير لازم تحاولي لازم نتصري على الشغله اللي بدك اياها لحتى توصلي لها. طب انت ليه كنت بتشعري ان لا خلاص مش عايزه اعمل ده؟ ليه الشعور ده كان بيجي لك؟ لانه احيانا ما كانت تزبط معي فلذلك هيك أبشل. بتزهقي تقولي خلاص مش عامله ده. هل ده كان بيحصل لي برضو يا حبيبه؟ طبعا كتير جدا. كتير جدا كتير جدا جدا. 14 سنه يا حبيبه لسه. انا كنت بحاول كل يوم مثلا احاول مثلا ان انا اصور بعد كده فكره تعجبنيش بعد كده مثلا عندي مش ثقه في الناس في النفس واحس مثلا انا لو عملت كده الناس هتتريق ولو نشرت كده الناس هتتريق. بس بعد كده لقيت انه مع الناس المحبطه برضو كان في ناس محبطه حواليا بس لما صديقات بقى وكده صديقات بس فلما فكرت يعني الناس اللي نجحت في حاجه اكيد برضو كان عندها كده احنا لو ما خدناش خطوه الاولى مش هنعمل حاجه اساسا. فكرت ان انا لازم انه يعني ان انا لازم ابدا وحتى لو جالي انتقادات او كده مفيش انسان ناجح ما بيجيلوش انتقادات ده معناه ان انا خدت خطوه اولى وانها كانت كويسه جدا. انت عندك موهبه في الشعر سمعت كده؟ شعر كتابه ولا القاء؟ القاء. القاء الشعر يعني ممكن نسمع حاجه دلوقتي؟ ممكن. هو شعر مصر. ايه؟ شعر مصر. ماشي فضل. خبئ قصائدك القديمة كلها واكتب لمصر اليوم شعرا مثلها لا صمت بعد اليوم يفرض خوفه فاكتب سلاما إلى مصر وأهلها عيناك أجمل طفلتين تقرران بأن هذا الخوف ماض وانتهى كانت تداعبنا الشوارع بالبرودة والصقيع ولم نفسر وقتها كنا ندفئ بعضنا في بعضنا ونراك تبتسمين ننسى بردها وإذا غضبت كشفت عن وجهها وحياؤنا يأبى يدنس وجهها لا تتركيهم يخبروك بأنني متمرد خان الأمانة أوسها لا تتركيهم يخبروك بأنني أصبحت شيئا تافها وموجها فأنا ابن بطنك وابن بطنك من أراد ومن أقال ومن أقر ومن نهى صمتت فلول الخائفين بجبنهم وجموع من عشقوك قالت قولها. الله برافو حبيبة ده حاجة جميلة وممتازة. لو لين أنا شايف في بوكس جنبك في بعض الحاجات ممكن تقولينا إيه ده وتفرجين عليه؟ هدول الشغلات اللي صنعتها من زمان من وقت ما أنا كنت صغيرة. من أيام ما كنت صغيرة يعني كان عندي كم سنة صغيرة؟ أنت لسه صغيرة برضو. يعني لما كان عندي 8 سنين بين 7. إيه بقى الشغلات دي ممكن تفرجينا عليها والسادة المشاهدين يشوفوها؟ تبين؟ جميل. ممكن نقفل البوكس ونحطهم فوق البوكس عشان الكاميرا تشوفهم بس. دي الحاجات دي انت اللي عاملاها بايدك؟ ازاي بقى؟ ايه الطريقه يعني؟ في منهم كمان هن معدات يعني بخلوني انه اشكل المنظر.
انت بتجيبي ماده والماده دي ممكن تشكلي منها الشكل ده؟ لا هو معجون وانا بشكله. هو معجون وانت بتشكليه؟ ايه. وبعد لفيها بقى كده، لفيه كده، ايوه واحد وقع الحقيقي. وانت اللي مختاره الالوان وكل الشغلات دي. ده جميل جدا. طيب موهبه الرسم والتكوين ده هو ده اللي خلاكي توصلي لفكره الرسوم المتحركه؟ ايه. قولي لنا بقى ازاي اتعلمتي ازاي موضوع الرسوم المتحركه؟ من الانترنت. بحث ان ابحث على الانترنت وهيك يعني بقلد الناس اللي كانوا يصنعون وانا بروح بسويهم. كويس. ايه الصعوبات اللي واجهتك مع بدايه ان انت بتبداي تعملي رسوم؟ اصل الرسوم المتحركه دي حاجه مش سهله، يعني مستويات مختلفه منها ان انت ترسمي وان انت تكوني وان انت تشتغلي 2D، بعد كده بعد شويه بقى 3D، تشغلي 2D. كويس جدا. ممكن تعرف الناس يعني ايه 2D؟ لان ممكن الناس بقى عندها مش فاهمه يعني ايه 2D. ده برنامج بتشتغلي عليه. ايه. كويس جدا. ايه الصعوبات اللي واجهتك في الاول علشان توصلي بعد كده ان انت تتقني الموضوع ده؟ ان الحركه احيانا بتكون بطيئه او سريعه كتير. وبتكون مقطش يعني ما بتكون هيك سلسه. واحيانا مثلا بنحذف بعض الاشياء والالوان تطلع لبرا الخطوط. عالجتي ده ازاي؟ عالجتي ده، تعاملتي مع ده ازاي؟ يعني قدرتي تضبطيها ازاي؟ الله. في كمان مساعده اخي كان هو يساعدني بالبرامج. وهذا يعني ارجع اعيد الرسمه. جميل. هل خدتي اي دورات او اشياء ولا من خلال الانترنت؟ كله الانترنت. وان انت علمتي نفسك بنفسك؟ علمتي نفسك بنفسك. طب بتقعدي وقت قد ايه؟ يعني ايه الوقت اللي بتقعديه بتقضيه عشان تقدري تطلعي برسمه او تعملي جزء من تكوين الرسوم المتحركه؟ ساعات. ساعات. في الساعات دي ماما او بابا ما يقولكيش يلا قومي انت قاعده كتير على الكمبيوتر عينك هتوجعك قومي كلي طيب، ولا سايبينك؟ لا بيقولوا لي انه هذا، بتقلي انه حاجه بقى كمبيوتر، روحي اعملي شيء ثاني، انه تحركي، العبي برا. كلي. طب انت شايفه ان موضوع الرسوم المتحركه دي خدتت شويه من اصدقائك ومن علاقاتك الاجتماعيه؟ يعني بقيتي اكتر مركزه مع الكمبيوتر ومع الرسوم المتحركه اكتر؟ لا. يعني قادره متواصله مع الناس؟ ايه. جميل. طيب هنشوف كليب دلوقتي الحبيبه. خلاص. الكليب بيتكلم عن الامثال الشعبيه المصريه او الكلمات المصريه. مذيعه المستقبل حبيبه عصام بتقدم ابرز معانيها مع صديقتها رحمه في مقطع منشور على قناتها الخاصه على اليوتيوب. نشاهد معا ثم نعود لاستكمال الحوار. وانا النهارده هعمل فيديو بتاعي مع صاحبتي رحمه. الفيديو هيتكلم عن كلمات وامثله مصريه قديمه، ممكن يكون فيكم ناس تعرف وناس ما تعرفهاش، وممكن يكون احنا ما نعرفهاش، بس عشان احنا يعني عايشين برا مصر دلوقتي فما نعرفش حاجه عنها. واول حاجه ان احنا نشوف الكلمات او الامثله دي ونحاول نعمل لها جسم ونخمن معناها، وبعدين نشوف معناها الحقيقي قربنا منه ولا ما كناش قريبين منه، وهو اللي احنا التخمين بتاعنا طلع صح ولا غلط، وكل واحد فينا ليه نقاط، ونشوف مين في الاخر اللي هيكسب. جنزوره. اوكي مش عارفه يعني جنزوره. نوع من انواع ادوات البناء يعني زي جنزوره. لا مصحة. منزير. اجيبها. يمكن بتاعت العصفوره. واو. اوكي. نو كومنت. نوع اكل او حاجه زي كده، او حاجه بتتحط زي مقبلات ايرون زي بهارات. ايوه انا قصدي دي. أيوة. زي ملح وكده. اوالح. بتقول مش عارفه حاجه علاقه باللوح. انت اللوح وانا التوابل. اوكي اوكي. كوز الذره، لو قلب ابيض اللي بتكون خصوص الدرة ماسكة فيها حاجة اللي هي حاجة اللي في الدرة، الحاجة اللي تبقى جامدة في الدرة زي الخشبة دي اللي بتبقى طالعة منها. ايوه هي الحاجة البيضة تقريبا اللي في الدرة، لما بتاكل الدرة بيكون فيها حاجة. ف زيرو زيرو. يا زيرو زيرو. بتهيألي زي زرع. لا 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 مش زرع. لا بهزر بهزر. زرع. زلعة. زلعة زي اللي هي زي كوز او حاجه زي كده، زي حاجه برميل حساسه زي كده، بس زي في البلاد الثانيه الشرقيه والحاجات دي. طب انا متفق ان الزلع والاوالح دي مصريه، انما الجنزوره دي اول مره اسمعها.
طيب حبيبه برضو كنت انت بتحبي مجال الاعلام وعايزه بتفكري تبقي مذيعه مثلا؟ اه عايزه ابقى مذيعه طبعا. تبقى مذيعه. طب مين مثلك الاعلى؟ مين المذيعات اللي انت نفسك تبقي زيهم او بتشوفيهم وبتتابعيهم وبتحسي تقولي ان شاء الله لما اكبر ممكن ابقى؟ لا انا اي مذيعه بتعجبني عامه، بحس ان انا عايزه ابقى مذيعه برضو. والله. طب مذيعه اخباريه ولا حواريه ولا برامج؟ يعني مذيعه اخبار تطلعي كده واهلا بيكم. حواريه او برامج؟ حواريه. طيب لو قلنا دلوقتي ان انت المذيعه وانا الضيف، ماشي، نتخيل كده انا ضيفك وانت مذيعه وهتجري حوار معايا عن الموهبه مثلا او عن اي حاجه، خلاص، ومعاكي 30 ثانيه، خلاص. أوكي. نبدا كده الحوار، انا الضيف وانت المذيعه. انت عارفه الكاميرا بتاعتك فين؟ مش عارفه. الكاميرا بتاعتك هتبقى هنا. اه صح. أوه. اوكي يلا نبدا. يلا اعملي مقدمه وابداي بالسؤال. مش محتاج. اسمك ايه؟ انا اسم جاهد. اهلا بيكم معانا النهارده، ومعانا الضيف الموهوب مجاهد، وعايزين نعرف اكتر عن موهبتك. والله انا عندي مواهب متعدده، يعني مش موهبه واحده. ايه هما مثلا؟ يعني عايز ابقى مذيع. ممكن بمارس الرياضه، بمثل كده يعني. طب يعني حضرتك يعني اكتشفت موهبتك ازاي، او يعني وكان مين نماها؟ والله يعني اكتشفتها كده صدفة، يعني في المدرسة في الإذاعة، فمسكت المايك فالمدرس قال لي انت كويس فكملت. يعني حضرتك يعني بدأت بعد كده حسيت ان حضرتك يعني تنفع انك تكون؟ اه يجي مني، يعني حسيت ان ممكن انفع يجي مني، فقلت يعني ممكن نكمل الموهبة. طب حضرتك نمتها ازاي مثلا؟ اتعلمت حاجة، خدت دورات كده؟ خدت بعض الدورات، شفت بعض المذيعين الكبار، سمعتهم، بدأت الأول أقلدهم، وبعد كده بقى ليا بقى الستايل بتاعنا. هو مش 30 ثانية خلصوا؟ طيب هو مين اللي بينهي الفقرة، المذيع ولا الضيف؟ أوكي. ونشكر ضيفنا النهاردة مجاهد، وشاهدونا في الحلقة القادمة. إن شاء الله. لين حلمك، يعني نفسك أنت الآن ما شاء الله بترسم رسوم متحركة، نفسك بعد كده تعملي ايه؟ اكون هذا صانعة افلام، هدول اللي بيصنعوا الافلام 3D، او مثلا هدول برامج الاطفال الرسوم المتحركه. جميل. ايه فكره الفيلم اللي انت حابه، ايه الافكار اللي حابه تحطيها في الرسوم المتحركه الخاصه بك؟ يعني احنا كلنا، كل الناس اتفرجت على توم اند جيري وبتشوف الافكار بتاعتها والمطارده والاكشن والكلام ده كله، ايه الافكار اللي عندك اللي حابه تستخدميها في الرسوم المتحركه الخاصه بك؟ انه يعني حيوانات، انه فيهم يتكلموا ويتحركوا وهيك، مغامرات. مغامرات، جميل جدا. طيب معنا عبر الهاتف السيده حسناء ام لين. اهلا بحضرتك يا استاذه حسناء. الو. ايوه يا فندم، اهلا بحضرتك معانا. يا هلا. طبعا ربنا يبارك لك في لين. لو حابين نسالك عن الله يسلمك، امتى حضرتك اكتشفتي ان لين عندها موهبه وممكن نقدر نشتغل عليها وننميها؟ هلا اكتشفت موهبه لين من لما كان عمرها 2 ونص. ما شاء الله. يعني اكتشفت انه عندها هي مخيله واسعه كثير، وعندها فكر في راسها بتطلع هي الفكره بالرسم. فصرت اشتغل على هذه الموهبه كثير وادعمها من ناحيه اما الوان او ادوات، وكانت كل ما تكبر هي تحاول انها تطور حالها، تنتقل يعني لخطوه اكثر ولوحدها، يعني مش انه كانت تخضع لا لدورات ولا لاي شيء. هي كانت بتقول في الحوار ان هي كانت اوقات تشعر يعني ان هي ما عملتش كما ينبغي، فكنت حضرتك بتشجعيها. صحيح. اهميه التشجيع ده كان رد فعلها ايه؟ هلا أهمية التشجيع إن نحن نرفع أولادنا من مرحلة إنه هن بيوصلوا فيها لمرحلة الاستسلام لمرحلة إنه هن ينتقلوا للإبداع. ممتاز. طيب أستاذة حسناء، أيضا يعني لين بتقضي أوقات كتيرة على الكمبيوتر في الرسم وفي الألوان، هل ده أثر شوية على علاقاتها الاجتماعية سواء بالأقارب أو بالأصدقاء؟ لا ما أثر. هلأ هي عندها وقت للعب يلي هو بيكون بالمدرسة، وأحيانا بتجتمع بأصدقاء أو مثلا، عرفت كيف؟ يعني ما أثر عليها. بس هي بشكل عام بتحب الرسم، فبتحب تفرغ كل الطاقة اللي داخلها بالرسم.
هل موضوع الطاقه اللي بتعبر عنها بالرسم كان بتعكس حالتها النفسيه؟ يعني لما تكون متضايقه بترسم رسم معين، لما تكون فرحانه بترسم رسم اخر؟ لا لا، ما له علاقه ابدا بهذا الموضوع. بس هي عباره عن انها بتحب الرسم وبترسم يعني. ربنا يبارك لك فيها يا استاذه حسناء، وان شاء الله تشوفي لين منتجه افلام كرتون عظيمه، صح كده؟ مش عايزه منتجه افلام كرتون عظيمه، ويبقى عندنا احنا كعرب حد بينتج افلام كرتون احسن من هوليوود يعني. طيب، من المقاطع الابداعيه التي وصلتنا موهبه للطفل زياد مصطفى 10 سنوات في ايضا تحريك الرسوم، نشاهد معا هذا المقطع تشجيعا لزياد ولكل اصحاب المواهب الفنيه المتميزه. حبيبة طبعا نشكر زياد، وطبعا نتمنى ان كل الاولاد يعبروا عن نفسهم. حبيبة، سؤال اخير، لو انت ما شاء الله مواهبك متعددة، ايه الموهبة اللي حاسة ان انت عايزة تكملي فيها وبقوة وتكون دي يعني ده مستقبلك؟ ممكن صناعة الافلام. صناعة الافلام. نوعية معينة من الافلام، ولا يعني الافلام درامية دراما، ولا افلام وثائقية، ولا افلام تسجيلية؟ يعني كله عامة الأفلام. تبقى صناعة أفلام ما شاء الله. احنا عندنا صناعة أفلام. أنا كنت أخذت قبل كده دورة صحافة صغيرة، فممكن أنا أكمل في الصحافة. على فكرة في ارتباط يعني، الاثنين مرتبطين ببعض، ما فيش اختلاف يعني. طيب لين، أنت قلت إن أنت عايز تطلعي إن شاء الله منتجة أفلام، إيه أكتر مادة دراسية أنت بتحبيها؟ الفن. غير الفن؟ غير الفن علوم. العلوم هي شبيهة قريبة من يعني العلوم، فيها برضو مواد بتحط على مواد ويطلع حاجات، فقريبة يعني. إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق والنجاح، ونشوف لين منتجة أفلام كرتون عظيمة، ونشوف حبيبة منتجة أفلام وصحفية عظيمة. ما قلتش إن أنت تبقي مذيعة. ماشي، مذيعة. إن شاء الله. نشكر ضيفتنا في الاستوديو لين محمد عيسى وحبيبة عصام، نتمنى لكم مزيدا من الإبداع والتألق والنجاح. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود للتعرف على دور الأسرة في ثقل المواهب الصغار وتنمية قدراتهم، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد، وبعد أن استمتعنا بنقاش مع الجميلتين لين وحبيبة، نجدد التساؤل، ما هو دور الأسرة في تشجيع إبداعات الصغار؟ بل كيف يتقن الأب والأم موهبة اكتشاف المواهب الكامنة لدى أبنائهم؟ للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستقبل في ساعة صباح السيدة أسمهان مفرح، أخصائية الأنشطة التربوية. أهلا بك يا أستاذ أسمهان، ونرحب أيضا بالسيد محمد كمال، مرشد نفسي مجتمعي بجمعية أصدقاء الصحة النفسية. أهلا بك أستاذ محمد. في البداية يا أستاذ أسمهان، ما هي الأنشطة اللي حضرتك بتشرفي عليها؟ هو حضرتك أنا مدرب التنمية البشرية بفريق بناء، بعمل مجموعة من الأنشطة التربوية اللي هي تخص القيم والمبادئ. احنا بنحاول نخلي الطفل يعيش في جو يتعلم فيه القيم، بس بصورة مختلفة عن الدرس التلقين. أو التلقين. جميل. فبنبقى حريصين جدا ان احنا نحط في شغلنا مجموعة متنوعة من الأنشطة اللي تساعد الطفل على انه دايما يكون مشدود الانتباه، مركز، الفكرة اللي احنا عايزين نوصلها له تتعمق جواه بصورة اكتر من خلال هذه الأنشطة. كيف تصلين الى ان هذا الطفل موهوب او هذه الطفلة فيها علامات موهبة؟
انا بقول لحضرتك احنا في البدايه دوت بيبقى اساس في شغلنا ان انا انوع الانشطه اللي انا بدخل بيها للطفل عشان اوصل له المعلومه دي. فانا براعي ده مثلا موضوع الذكاءات المتعدده، اراعي الفروق الفرديه للاطفال وانا بحط الانشطه، اراعي فكره الانماط الشخصيه للطفل، اراعي الطفل الحسي والطفل البصري والطفل السمعي. فبالتالي لما بحط له انشطه يبقى انا قدامي مثلا 20 طفل لازم يعني اتفاهم مع كل انواع الاطفال اللي معايا، بحط لعبه حركيه، بحط فيديو يتفرج عليه، بحط جزء سمعي بيسمعه، بحط فكرة تخيلي، بحط حاجة اسمها العصف الذهني اللي هو الأسئلة المثيرة للانتباه وباخد منها إجابات ممكن يكون فيها طبعا ابتكار أو إبداع من الطفل. يعني رد فعل الطفل هو اللي بيحدد إذا كان موهوب. تفاعله مع النشاط اللي أنا حطه له بيبين طبعا إذا كان الطفل دوت موهوب في إيه بالظبط، لأن كل طفل بيكون موهوب حركيا أو بصريا بيتفاعل مع نشاط معين مع اللي أنا حطه. فبالتالي بقدر أكون صورة مبدئية عن الأطفال معايا أثناء ال ده كلام مهم جدا. بس استاذ محمد ضعنا في البدايه، احنا عمالين نتكلم عن الموهبه، هو ايه الموهبه بالظبط؟ الموهبه هي عباره عن استعداد او قدره من القدرات بتمكن الفرد من الاداء بطريقه مميزه في مجال من المجالات، بحيث بيكون الاداء ده بيسبق عمره الزمني. يعني مثلا بتلاقي طفل مثلا عمره سنه تلاقيه بيكون جمل ويعرف يتكلم، طبعا معنى كده ان هو موهوب لغويا. تلقى طفل مثلا عنده سنتين وبيقرا في القصص، يعني سابق سنه بكتير جدا، يعني العمر العقلي عنده أكبر بكتير من العمر الزمني. أو تلقى طفل تاني بيسألك تاريخ ميلادك كام، أو هتقول له مثلا مش عارف سنة 1900 مثلا و80، فيقول لك آه يعني أنت دلوقتي عمرك مثلا كذا. طب تاريخ حضرتك ميلاد كام، هتقول 85، يعني عمرك كذا، يعني الفرق بينكم كذا. فبتلقى بيقدر يحسب حسابيا بسرعة غير عادية لحظية، هو مثلا عمره 3 سنين مثلا، فده يعتبر طفل موهوب. ده أفهم من كده أستاذ محمد إن الموهبة فطرة مش مكتسبة؟ الموهبة اتنين، يعني العلماء اتكلموا في الموضوع ده، قد تكون مكتسبة وقد تكون فطرية بتولد مع الطفل، بس إلى الآن لم يتم الجذب بهذا الأمر. هل يا ترى هي يعني بتكتسب ولا هي الطفل بيتولد بيها؟ بس اللي احنا نقدر نقوله إن الإنسان بيتولد بيبقى موجود معاه مجموعة من القدرات، إن لم تنمى بتختفي. جميل جدا. في موضوع تنمية القدرات، يعني أستاذة أسمهان حضرتك بتقولي أنشطة كتير، كيف ننمي قدرات الطفل؟ احنا بقى بننميها نتيجة الملاحظة طبعا المبدئية في الأول، ونتيجة الحوار ما بيننا وما بين الأطفال. بنبتدي مثلا نشوف أنا لو عندي 20 طفل مثلا غالب عليهم النمط الحركي، فأنا براعي في دوت في أنشطتي إن أنا أحط لهم حاجات تزود الموهبة دي. ده احنا ساعات الحركة دي بقى عندنا مشكلة، المدرس يقول لي عندي ولد بيتنطط طول الحصة، أو أب يقول لك أنا عندي الولد ما بيقعدش على الكرسي وبيقعد يفكر إزاي أقعده على الكرسي. تمام، ما هو أنا ده براعيه أصلا، وأنا بحط اللعبة بتاعتي إنها بتكون بتمس الموضوع اللي أنا بتكلم فيه. فأنا بخليه يلعب وأنا بدعم في نفس النقطة، يعني حتى لو لعب، يعني طبعا هي الألعاب بتبقى فعلا من أكتر الحاجات المرهقة عشان تولف لعبة على القيمة اللي أنت شغال عليها. فعلا بيبقى فيها فكرة، يعني جزء إبداع كبير جدا، وفيها تأليف لعدد من الألعاب كتير ما بتبقاش موجودة أصلا. لكن انا اقصد اقول ان احنا لازم نتماشى مع المواهب اللي موجوده معانا، والا انا هفقد الطفل اصلا معايا، مش هيركز في اللي انا بقوله. لو هو فعلا عنده يعني قدر عالي فهو خلاص فاهم اللي انا بقوله دوت، مش لكن انا بقى اديله انشطه اكتر بحس انها تعلي دوت. في نقطه تانية برضو، ساعات بيقابلنا في النادي مثلا احنا اشتغلنا فيه، ان احنا ساعات بنكرر النشاط، فكان لما كررنا النشاط للمره الثانيه ففي بنات اشتركوا معانا في النشاط للمره الثانيه فبقوا متميزات في الامر. فهنا انا بدات استغل فكره ان هم متميزات دول، واخدهم ان هم يعلموا البنات اللي اصغر منهم، فبقى في مسؤوليه عنده. بالظبط، مسؤوليه من ناحيه، ومسؤوليه انها زادت في موهبتها اكتر. ما هي عشان تقدر تنقل الموهبه دي لبنت اصغر منها لازم هتبتدي تركز بقى جدا في ايه الشيء اللي هتعلمه لها. وعلى فكره كانت فكره تعليم الكبار للصغيرين كانت فكره فعلا زودت لهم مواهبهم بطريقه كبيره جدا، زائد انها مفتوحه ان انا ممكن اعلم اي حاجه، ممكن اعلم جزء مهاري، يعني كان في بنت ممكن تعلم بنت ازاي تعمل اكسسوارات، وممكن اعلم جزء تربوي، بنت ممكن تحضر كلمه معينه وتقولها. وفي بنات كانوا بيبتكروا مثلا افكار ان هم ينشطوا البنات للصلاه، وكانت بتبقى افكارهم الشخصيه الخاصه بيهم. فده كان نتيجه ان هم اخذوا جزء في الاول فتميزوا عن الايه، عن الاخرين. فهنا بداوا يحسوا ان هم بيخرجوا مواهبهم. نعم. وبينموها بالظبط. نعم. تنضم الينا عبر سكايب من عمان الدكتوره فاطمه الوحش، اخصائيات التربيه وعلم النفس التطوري. اهلا بك دكتوره فاطمه. دكتوره فاطمه، يعني ربما السؤال، إذا طرح سؤال لأب أو أم عن ما هو أو ما هي موهبة طفلك، ربما لا يجد إجابة وافية عن هذا السؤال. هل هذا يعتبر عجز عن توصيف الموهبة أو عدم قدرة على المعرفة
أو ماذا؟ عشان كثير موضوع اليوم أنا مشكلة حقيقة في العالم العربي في عملية اكتشاف مواهب مدى الأطفال بكميتنا، لكن تجريب عن بكميتنا أنه مثلا لدي قدرات ومهنيات ورغبات متواجدة لحظة الزيادة تأخذ الظهور كمسؤولة. طيب بعتذر ليك دكتورة فاطمة لأن الصوت غير واضح، سنعمل على إصلاح هذا الأمر. أستاذ محمد، يعني سؤال محدد، هل كل طفل موهوب لديه موهبة أم هناك فروق فردية في طفل موهوب وطفل مش موهوب؟ هو طبعا أكيد في فروق فردية، بس سبحان الله الطفل بيتولد ويبقى معاه مجموعة من المواهب زي ما احنا قلنا، إن لم تنمى في عمر مبكر ممكن تختفي وتندثر تماما. أنا بس عايز أعلق على نقطة مهمة جدا قالتها الأستاذة وحضرتك سألتها، أن ممكن تلقى الطفل أقعد يا ولد مش عارف أسكته. الموهبة بيقولنا في مجال من المجالات، يعني ممكن تلقى ولد موهوب في الناحية الميكانيكية تركيب الأشياء وتصنيع الأدوات وتلقاه في التحصيل الدراسي تعبان، يعني مش يعني لا لا في النقطة دي ممكن في طفل هو عادته أن الألعاب بتجيله بيفتحها ويبوظها، هو دي يعني زي ما بقول كده بيعمل ده بشكل كتير لدرجة أن الأب بطل يجيب له ألعاب. هل دي يعتبر ان دي بتدل على موهبه؟ لا، بيبوظها بيعمل بها، هل يا ترى بيبوظها ويرميها ولا هو بيعيد تشكيلها عشان يعمل منها اداه مختلفه؟ هو عايز يكتشف اللعبه دي بيفكها، الاكتشاف ده حاجه اسمها دي مرحله سنيه عند الطفل اسمها حب الاستطلاع، موجوده في كل الاطفال الاسوياء حتى الناس اللي هم غير اسوياء شويه، الاطفال غير اسوياء دايما عنده حب الاستطلاع، ده شيء طبيعي. انما هل يا ترى الطفل ده خد اللعبه دي فككها وراح مجمعها مع لعبه ثانيه عمل منها شيء جديد؟ هو ده الطفل اللي احنا نقول عليه موهوب، لان الموهبه اصلا كمان تصنيفات، يعني مش كل اللي بيعمل حاجه يقول عليه موهوب. في عندنا الناس المتفوقين، يعني هو زمان كان في خلطه بين الموهوب والمتفوق. نعم. المتفوق ده بيعمل ايه؟ هو بيجتهد في نقطه معينه لحد ما يحصل درجه اعلى من اقرانه، بس في نفس النقطه وفي نفس المكان بالظبط، وبيتعب فيها. الموهوب اصلا عامل زي بيشتغل بطريقه اليه، تلاقيه قاعد كده يعمل لك علاقات ما بين الاشياء اصلا، يعني بيفكر بطريقه غير مألوفه، مش زينا احنا كطبيعيين، باقل مجهود بيحصل على اعلى النتائج. هو ده الشخص الموهوب، هو ده اللي احنا محتاجينه. طيب لفت برضو نظري الاستاذه حسناء والده لين، والده لين، ان هي عملت حاجه جميله قوي، ان هي اكتشفت موهبه بنتها وهي عندها كام سنه؟ سنتين ونص، وده سن مهم جدا لاكتشاف المواهب. على فكره احنا بنبدا نتابع الطفل بعد ميلاده قول 6 شهور ماكسيمم. من هنا انا بنصح كل اب وام انه يتابع الموهبه من السن ده، لان بيبقى الولد عنده كم هائل من المواهب اذا ما قلت لحضرتك. سن 6 شهور ولا سنتين ونص؟ بعد سن 6 شهور من الولاده، وقيل كمان انه في اول لحظه من الميلاد كمان. تمام. طب ازاي يا استاذ محمد؟ يعني ازاي الاحظ الطفل ده؟ الطفل ده في التوقيت ده اما بيحاول يزحف اما بيعيط عايز ياكل. ممتاز ممتاز. انا هحكي لحضرتك تجربه شخصيه حصلت معانا. انا كان عندي طفل كان هو بيزحف كان دايما يروح على اللاب عندي ويقعد يبص للصور. تمام. بعد فتره فسبت له اللاب، بعد دايما يكرر هذا الامر، يمسك التليفون مع انه صغير، وقلنا الكلام ده مش مظبوط للاطفال الصغيرين. بس وصل لمرحله لقيته هو عمره دلوقتي 5 سنين. من سنه بالظبط لقيته شوف يا بابا الصوره، بصيت للصوره انا تخيلت ان هو الصوره متاخده بزاويه مش طبيعيه يعني مميزه، قلت يمكن بايلك زي ما بيقولوا. قلت له طيب صور تاني، فلقينا بياخد بيصور بطريقه مختلفه، بطريقه مميزه تسبق عمره الزمني زي ما احنا قلنا. اذا هذا الولد موهوب في ايه؟ في التصوير. الكلام ده عرفنا منين؟ بالملاحظه، زي ما الاستاذه حسناء لاحظت بنتها لقيتها مميزه في شيء معين، بدات توفر لها الادوات اللازمه عشان تقدر تنمي هذه الموهبه. على فكره لو ما عملتش كده كانت ممكن الموضوع ده يقل وتصبح البنت طبيعيه او عاديه. لذلك لازم يبقى في برامج توعويه لاولياء الامور نفسهم ازاي يقدر يكتشف الموهبه في اولادهم. كمان احنا عندنا مشروع او فكره مشروع شغالين عليها حاليا ان شاء الله، ان احنا الفكره دي رباعيه الابعاد في موضوع الموهبه، وان شاء الله لما تكتمل اكيد يا اما هنقدمها هنا في قطر او في جهه اخرى ان شاء الله رب العالمين. عادت الينا الدكتوره فاطمه الوحش عبر الهاتف. دكتوره فاطمه، كنا بنتحدث عن هل يجب على كل اب وام ان تعمل على اكتشاف المواهب المتعلقه باطفالهم، وهل ده له علاقه ان الاطفال لديهم مواهب كثر ام ان الامر يتعلق بالفروق الفرديه الخاصه بالاولاد؟
صباح الخير لكم، شكرا لكم على الاستضافه. بالنسبه للاهالي او الوالد والوالده التربيه الوالديه تقوم على الملاحظه وتنميه المهارات لدى الطفل، ويفترض انه يكون في نوع من الذكاء من قبل الاهل، حيث ان الطفل اصلا من لحظه الولاده تظهر لديه كثير من المعطيات الذكائيه ونسميها الذكاءات المتعدده. وتبدا من ملاحظه الاهل لكثير من مواهب الطفل، فيقوم الاسره ايضا على بنائها وتطويرها حسب اللي هي المرحله النمائيه والمرحله العمريه التي يمر فيها الطفل. الحقيقه انه اغلب اطفالنا العرب او كوننا احنا نعيش في بيئات اجمالا تميل الى الالعاب الاجتماعيه المتعدده وتعمل على التواصل الاجتماعي. فهاي بتزيد لدى الطفل اللي هي نسميها ابراز المواهب او القدرات او الميولات والرغبات والاهتمامات الاجتماعيه الانفعاليه. فتظهر مهارات الاطفال مواهبهم بشكل متعدد ومتناسب، لكن لانه كثير من الاهالي عندهم جهل في كثير اكتشافها بتصير عندهم مشكله. هلا الطفل بشكل عام العربي بحكم الاوضاع الاجتماعيه عنده كثير من الاشياء الايجابيه. في عندنا كثير مهم جدا انه الاهل يعرفوا انه الموهبه ليست رسم فقط، ليست كلام، انما هي متعدده، وان الذكاءات عند الاطفال متعدده ومتناثره ومتشعبه. وكلما كان الطفل اكثر سؤالا، وانا دائما اركز انه اذا اردت ان تكتشف فعلا ان لدى ابنك موهبه جيده، انظر الى حجم الاسئله التي يطرحها الطفل، لان حجم الاسئله هي تبرز مهاره مذهله لدى الأطفال. دكتورة فاطمة، في مساحة الأسئلة دكتورة فاطمة، يعني كثير من الآباء والأمهات يضجوا ضيقا وذرعا من كثرة الأسئلة التي تأتي لهم من أطفالهم، وأسئلة في كل المجالات، يعني السؤال حتى يصل إلى سؤال يتعلق بالخالق والخلق، لدرجة أن الأب والأم يعني إيه يعني يسكتوا أطفالهم. سيدي نعم، السؤال يضيق ذرعا لكنه يعطينا مؤشر اولي واستراتيجي على حجم المتخيله لدى الطفل والابداع الطفلي، ايضا يعطينا المهاره الذكائيه لهذا الطفل وقدرته على تحديد التمييز، شده انتباهه، مرونته، وصفه للاشياء. اخي الكريم، قضيه السؤال كثير مهم، يجب ان تسال ابنك كم، او تسال الام زوجها، او تسال كم اليوم سال ابني، كم سؤال سال ابني. هذا السؤال او حجم تعداد الاسئله يعطينا المؤشر الاولي على الاتجاه الموهبي. نعم. او الذكائي لدى الطفل. هذه نقطه مهمه دكتوره فاطمه، لكن لضيق الوقت يعني نتابع ما سالناه للجمهور وكيف علقوا على هذا الامر. كان السؤال ما الموهبة التي يتمتع بها طفلك وكيف تعمل على تنميتها وتطويرها؟ هذا كان السؤال الذي طرحناه على متابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من أبرز التعليقات تعليق وصل من السيد طيب إسحاق، يقول أن ابنه يحب أو يتمنى أن يكون عالم فضاء. أيضا كان هناك تعليق من أحمد الجمل عن وجب الاهتمام ومنحهم عدة خيارات في عدة مجالات والمتابعة هي الأهم. أيضا تعليق آخر من علي محمد مظفر، أن ابنه له في الغناء دائما، أسمعه يقلد بعض الأناشيد وصوته جميل، لكن الظروف بتشغلنا على التشجيع في أغلب الأوقات. تعليق آخر من نادية ثابت، موهبة بنتي تصميم الملابس والخياطة وعمرها 9 سنوات. أما على تويتر فتقول صاحبة حساب GRH، الابن تصميم المواقع والألعاب الإلكترونية والبنت تصنع المقالب العائلية، أحاول أن أكون متفاهمة للتكنولوجيا وعدم الاستخفاف بهم. طيب أستاذ محمد، يعني هذه التعليقات هامة، ليك أي تعليق عليها؟ أنا بس ابني يتمنى أن يكون رائد فضاء، أو الطفل كان عازب رائد فضاء. صحيح، هناك فرق بين التمني والواقع، لازم نعرف كده. طيب أنا لو لقيت ابني بيقول لي أنا أتمنى أطلع رائد فضاء، لازم أدي له ورقة كده لو هو بيعرف يقرأ ويكتب في السن ده، أقول له طيب ايه الدليل على انك تقدر تحقق هذه الامنيات؟
لان خلي بال حضرتك لو كان في فجوه كبيره ما بين الامكانيات والتمني بتبقى مشكله نفسيه بعد كده. فلازم الاب بالذات لما يقعد مع ابنه يشوف ايه الدلائل اللي انا اقدر اعمل كده، وابدا من هنا اصنف انا كاب هل يا ترى ابني يمتلك الموهبه فعلا ممكن يوصل المرحله دي، ولا هو مش موهوب بس بالاجتهاد يقدر يوصل المرحله دي. تفرق كتير لان احيانا بس رأيت في ظرف 9 سنوات مثلا هيبقى ايه الامكانيات اللي ممكن تبقى موجوده عنده، سواء هو اتفرج على افلام وحب الفكره. ممتاز، عندنا القدره الرياضيه تمام، الاستعداد العلمي في حاجه اسمها الاستعداد العلمي، طبعا دي قصه طويله مش هنفرد لها هنا دلوقتي. القدرات الرياضيه وحاجه اسمها الاستعداد العلمي دي اكتر شيء تقدر تكشف ان الولد ده ممكن يوصل المرحله دي ولا لا. طيب استاذ اسمهان، في هذا الامر كيف يمكن الاسره ان تنمي طفلها على مستوى الرياضي او القدرات العلميه؟ تمام، هو يعني مبدئيا ان الاسره لازم تهتم بفكره انها تلاحظ الموهبه زي ما استاذ محمد قال. فكتير من اولياء الامور ما بيبقاش عندهم المهاره في انها تلاحظ دوت. الملاحظه دي محتاجه نقطتين مهمين جدا، محتاجه حوار مع الابن وان انا افتح له مجال في الكلام، اقول له انت نفسك تطلع ايه، زي ما هو بيقول طب عايز تطلع كده ليه، طب انت شايف دي فيها ايه، وما هاجمش الحوار او ما هاجمش اي رد بيقوله، ما استخفش بالفكره من اساسها بالظبط. لا اخد ودي معاه واساعده بالاسئله كمان ان انا فتح له مجال اكبر. النقطه الثانيه بالمشاركه، يعني في حاجات ما بتبانش بالحوار لان في بعض الاطفال ما بيعرفوش يتكلموا، لكن انا لما كاب مثلا انا اقوم العب معاه يعني مثلا في كوره، العب معاه في رياضه معينه، اقعد اخيط مثلا مع بنتي اساعدها في شيء معين دوت، كل ده بيساعدني على اني الاحظ فعلا اكتر. يبقى دي اول نقطه الملاحظه. طب انا خدت بعد كده الملاحظه، ساعات انا ممكن الاحظ بعض الاشياء ما استوعبش منها ان دي موهبه، فانا لازم اتعلم، يعني مثلا ادرس اللي هي الذكاءات المتعدده، ادرس الانماط الشخصيه للاطفال، ادرس اللي هي مهارات التفكير وال العوامل دي. قولها تاني حضرتك عشان الناس تتابعها. لو يعني من اهم الحاجات دورات الذكاءات المتعدده، الذكاءات المتعدده دي ثم مهارات التفكير والكورت اللي هي القبعات الست والتفكير الناقد، ان انا بعلم الحاجات دي للطفل. وبالتالي ايه حاجه كمان، في حاجه كمان اللي هي الجزء الثالث، الانماط الشخصيه للاطفال، الشخص الحسي والشخص البصري والسمعي. يعني نشكركم، يعني كان بود ان احنا يعني نستكمل الامر لكن ضيق الوقت. نشكركم، بهذا ينتهي لقاء اليوم من ساعه صباح. نشكر ضيوف حلقه اليوم، كما نشكركم مشاهدينا على طيب المتابعه. نرجو لكم صباحا جميلا، ونتمنى لابنائكم النجاح والتفوق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.